حلواني تسيبس بمدينة العاشر من رمضان بجوار هايبر ون على الطريق الصحراوي. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، مصر الحضارة سلام رمضان، وفيديو جديد ومتجدد معانا ومعاكم. زي ما حضراتكم عارفين، للي لسه متابعنا أول مرة على اليوتيوب، إحنا شركة استيراد وتصدير وتخليص جمركي وشحن دولي. ولكن أنا معدي بالصدفة فلقيت حلواني تسيبس فاتح في مدينة العاشر من رمضان. ما كنتش أعرف المكان بصراحة، بنزل هايبر كتير ولكن ما كنتش بعرف المكان، فقلت أصور فيديو للناس اللي معرفوش زيي ونعرفهم بالمكان والمنتجات الجميلة اللي فيه من تورتة وجاتو وحلويات وبسكوتات وشوكولاتات وكل اللي نفسك فيه لجميع الطبقات وبجميع الأسعار اللي تناسب الغني والفقير والناس الكويسة كتير جدا. حلوان سيبس جنب هايبر وان في مجموعة المحلات اللي بره، بجنب برضو البنك الأهلي. لو حضرتك المكنات الاي تي ام بتاع البنك الأهلي هتلاقيه جنبهم على طول، وجودة ممتازة جدا وأسعار ممتازة جدا بصراحة. دخلت جوه عجبني الشغل قوي، وكنا متحركين على الطريق ودخلنا كده بالصدفة أنا وصديق ليا الأستاذ أحمد منور الدنيا هوت، فقلنا نعمل فيديو نعرف أهل البلد وأهل المدينة. يا جماعة اللي ينزل هايبر، الناس كلها بتركز قوي على هايبر، ما تعرفش المحلات اللي بره. لا، خد فكرة عن جميع المحلات، في محلات مأكولات ومشروبات وحاجات حلويات زي الحلويات سيبس هنا ما شاء الله. شوف الحاجة جوه، أنا شفت بسكوتات وحاجات كعك العيد، فريق عمل متميز. أنا على فكرة نازل المكان بعد الساعة 12 بالليل، يعني ما كانش فيه زباين، حتى الباشمهندس مدير المكان بيقول لي يا ريت لو تصور يعني يكون بعد الظهر يكون افضل، هتلاقي ما شاء الله الدنيا هنا على الاخر زي ما بيقولوا. لكن انا كنت سعيد جدا ان انا صورت بالليل، ده افضل. الواحد ما بيحبش يعني زي ما حضرتك شايفين الحلويات بالمكسرات وجميع الانواع زي ما حضرتك شايف، حلويات الشرقيه كلها، التورتات، الجاتوهات، يعني ما شاء الله حاجات جميله بصراحه واسعار كويسه. انا شفتها علب حلويات مشكله جميله اهي، زيارات رمضان، وكل سنه وحضراتكم طيبين وبخير وسعاده. زي ما حضراتكم شايفين بقى، اللي يعجبه الفيديو ولسه اول مره يشوفه من اهل المدينه او من غيرها، يا ريت تضغط لايك على الفيديو، ولو عجبتك القناه اشترك معانا واضغط على زر الجرس. مصر حضاره سلام رمضان، كل ما هو جديد في عالم الاستيراد والتصدير والتخليص الجمركي والشحن الدولي. خبره الحمد لله 20 سنه زي ما حضراتكم متابعينا على اليوتيوب. زي ما شايفين حاجات ما شاء الله جميله ومحترمه، بخامات عاليه قوي، بخامات محترمه. في ناس بتفتقد الحاجات دي. قسم بقى البسكوتات هنا ما شاء الله جميل. طبعا طبعا حضراتكم في حاجات، ده ايس كريم، طبعا جربنا الايس كريم وجميل جدا. وزي ما حضراتكم برضو انا بقول في كل فيديو بعمله عن اي حد او اي منتج، فيديو غير مدفوع الاجر، مجاني من باب حبي لمدينه العاشر من رمضان، بعرف الناس الشوكولاته هنا جامده قوي في المكان ده، بعرف الناس اي مكان فيه العاشر من رمضان، ده من باب حبي للمدينه بتاعتي انا اللي هي العاشر. يعني دي حاجه جميله. انا بقول لكم انا راجل بخرج وبطلع كل يوم وبعدي المكان ده كل يوم، ولكن عمري والله ما اخدت بالي. بتلاقي المحلات بره والملاهي والبياعين وتقوم داخل على هايبر على طول، او كنت انت داخل تجيب حاجه مثلا من المحلات اللي بره دي ومش مركز، دخلت الاي تي ام في بتاع البنك الاهلي جنبي منهم بالظبط اكتر من مره ومش واخد بالي اساسا خالص. طبعا الدعايه مهمه جدا لاي شركه ولاي منتج، والتسويق مهم جدا. لذلك انا برضو قلت للباشمهندس يا ريت لو تعملوا برضو يعني ولو فيديو واحد او دعايه واحده فقط لا غير على بعض صفحات العاشر من رمضان، الصفحات الكبيره اللي بيتابعها مئات الالاف من سكان مدينه العاشر من رمضان. البسكوتات هنا والبيتفور والكعك والغريبه والحاجات دي جامده جدا ما شاء الله، يعني بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك، واسعار فوق ما تتخيل. ادخل هتلاقي عروض كويسه قوي وهتلاقي هدايا قيمه جدا، يعني ما شاء الله حاجات حلوه قوي. نتمنى ان الفيديو يعجبكم، ولو عجبكم اضغطوا على زر اللايك. طبعا ولو الفيديو عجب اصحاب المحل يبقى لنا عندهم هديه، احنا اول مره اشترينا بفلوس بعد كده لقينا هديه عندهم. ولكن انا بهزر وبضحك، مش محتاجين حاجه الحمد لله، ربنا يرزق الجميع ويوسع على الجميع. ودايما نلاقي مدينه العاشر من رمضان شوكولاتات جميله فوق ازاي للهدايا، حاجات طبعا اللي عايز ياخد حاجات قيمه لخطيبته لقرايبه لكل الاهل والاصدقاء، عندك حاجات اللي انت نفسك فيها كلها، حلويات شرقيه، الجاتوهات بكل اصنافها، التورتات، الشوكولاتات بجميع انواعها ما شاء الله، جميع انواع البتفور الغريبه والكوكيز والبسكوت، كل حاجه موجوده ما شاء الله موجوده في المكان. فريق عمل محترم جدا، طريقه جميله جدا في تقديم الحاجه وفي لفها وتعبئتها وتغلفتها،
علبة جميلة قوي بشنطة جميلة قوي محترمة. طبعا كل حاجة موجودة هتلاقيها ما شاء الله. شوف احنا اخر اليوم بعد 12 بالليل، يعني غير الناس حاجات اتشالت كتير قوي، غير الناس بتخبز طول اليوم وبتشتغل في الافران بتاعتهم وفي الاماكن بتاعتهم اللي هو المصنع الخاص بيهم. طبعا يعني ما شاء الله شيء جميل ومشرف. ناس عندها ابتسامة حلوة، بتعرف تقابل الزبائن بتاعتها. زي دي ما علبة حضرتكم ايس كريم شايفين بقى، اتفرج، اهوت، علبة ايس كريم جميلة قوي دي علبة الآيس وشيك، كريم. تاخد فيها الايس كريم بتاعك كده وانت رايح لاولادك. ادي اهو المكان اهو من بره هنصوره، وادي وادي المكان من بره بيبص على طريق مصر اسماعيليه الصحراوي، وادي هنا المنطقه اللي فيها المحلات والكافيهات والاماكن دي. على يمينك هنا بقى هايبر وان، وهنا الاي تي ام بتاع البنك الاهلي، و محل هنا محل برضو بتاع اكل وشرب نسيت اسمه بصراحه، نسيت اصور اليافطه بتاعته جنبهم بالظبط. ادي اليافطه بتاعتهم اهيت منوره الدنيا، مكان محترم والدنيا ولا في زحمة ولا حاجة في المكان. دي برضو حاجة جميلة، ولكن احنا بنطالبهم ببعض الدعاية البسيطة قوي اللي تقدر تعرف اهل المدينة فقط لا غير بالمكان. محل محترم وجميل، وشكرنا في الخدمة بتاعته. انا طلعت بره كده خرجت وقلت ايه اصور الاماكن هنا ما شاء الله جميلة كده من حوالين اللي جنب هايبر دي كلها، يعني كافيهات واكشاك متعدده الاستخدامات ومتعدده المنتجات. لو انت حابب تيجي تقعد قدام هايبر وتتفرج هنا كده، المكانات بتاعت البنك الاهلي اللي عندك ما شاء الله. كيف احنا كنا بنيجي هنا ونقف وندخل هايبر من الباب هناك وما ناخدش بالنا من المكان ده بصراحه، وعديت من مكانه اكتر قدامه اكتر من مره والله. ولكن لو جربتوه هتحبوه قوي، يا ريت تتابعونا على الصفحه وتشرفوا المكان. واي حد هيجي من طرف الفيديو بتاع مصر الحضارة لايك للفيديو وشير وياخده يروح، وان شاء الله هتلاقي ليك هدية كويسة اوي لو عملت شير للفيديو على الفيسبوك او على اي مواقع التواصل الاجتماعي، خده وهيتعمل ليك خصم ان شاء الله على المنتج اللي انت هتشتريه. ادي بوابة هايبر وان اهي، تابعونا، بنشكركم على حسن المتابعة، بحبكم في الله. مصر الحضارة، سلام، رمضان، استيراد، تصدير، تخليص جمركي، شحن دولي، عنواننا مدينة العاشم رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.